السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الكلاب. السوق بهدلة. عايز اقولك، بص، هو وانا في الفيديو بقول لكم يا جدعان انزلوا السوق، اللي عايز يشتري حاجة ينزل يشتري. لكن واحنا في السوق بقى اثناء، يعني انا برضو مش عايز ابهدلك، مش عايزك تتعرض للبهدلة اللي احنا اتبهدلناها هناك. وطبعا الظابط ياخد حد ممكن يمد ايده عليه او كده. الناس دي خايفة علينا، الناس دي نازلة مخصوص علشان تحافظ علينا. الحالات عددها زاد زيادة عن اللزوم، حالات الكورونا، والناس مفيش وعي قوي. معظم الناس اللي نازلة نازلة بكمامات وكده، لكن الكمامة ما هي الا جزء يتجزأ من الموضوع. ففعلا السوق بهدلة قوي، فانصحكم لا ما ننزلش دلوقتي الفترة دي، نخف رجلنا شوية لحد ما الأزمة تعدي ونبقى ننزل تاني. ممكن أنا أبقى أنزل أشوف لكم الدنيا فيها إيه، بس ما تنزلش كده كده السوق هنقلهولك زي ما هو بأرقام تليفونات الناس. صلي على النبي قبل أي حاجة، ويلا بينا نتفرج على السوق وربنا يسترها علينا كلنا يا رب. ده جرو جولدن سعيد. بكام واد ولا بت؟ الجولد بت بكام؟ ب 1000 جنيه. والجريفون ده ايه؟ ولد بكام؟ ايه؟ من ابو كام ده؟ ب 500 جنيه. زيرو 12 2 5 2 3 0 8 2 8 8 2 8. لا، عايز حاجة يتصل على بنوتة جيرمان اهي، دبدوبة. الصلاة على النبي. بس حاجة لما تيجي تتعرض ايه عشان تبان. بس عسلاية، نزلها على الارض كده ب 2000 جنيه. لا انتهى صح؟ روح ب 2000 جنيه. اوعى. جروية اهي ب 2000 جنيه. عسول. اديني رقم التليفون كده. 012 76 2 8 7 7 5 4 4 7 50 حبيبي معلم. لا اقول الرقم تاني معلش، عشان لا 012 7 6 2 8 4 7 50 حبيبي. نزل النهارده ايه بشويه حلويات كده. بص دي قطه. يلا مستعدين للجري. يلا هنجري شوية بقى. سريعا كده، القطة من دي بكام؟ القطة دي بتاعت 500. حاجات جامدة أوي، شعرة جامدة، وش جامد. 500 جنيه تمام. والكلاب دي الجرو والجيرمان بكام؟ نتاب 1200، والبكنوا 1200، وال 1200. اي حاجه في السلاكه دي. الجيرمان بكام؟ بألف ونص فيهم شغل. عايز بس ايه؟ اوبا بألف ونص الجار. في عرائب وتكة ميل وشرب. اديني رقم التليفون يا عم سعيد قبل ما نجري. 012 2 3 0 2 5 9 0. لا عايز حاجة اتصل على عم سعيد على طول. وايت جيرمان نتاية. نتاية وايت جيرمان تمام. عندها قد ايه هي؟ 6 شهور. عايز فيها كام؟
سعرها كام؟ الاخر 4000. طب اديني رقم تليفونك كده. 012 8. لا انا بقوله في الفيديو. 012 8 5 7 7 4 1 6 1. لا عايز حاجة يتصل عليه. هو ولد ولا ذكر؟ جريت دين، عيل لسه 4 شهور. بص ده ربع عينه زرقاء لو تركز بقى. يا استنى كابتن، سبحان الله، ربع العين ازرق، الحتة البيضة دي زرق. سعره كام؟ 1200 جنيه. اديني رقم التليفون كده، رقم التليفون. مفيش. بس حلو. وشائي كمان. ده حتة جريفون ب 500 جنيه. ولد بس حاجة لعبة يعني. كرة شعر. انت زعلان ليه يا كابتن؟ هو خايف مش زعلان. اديني رقم. والله لسه ما رد اهو. طب اديني رقم تليفونك. 010 010 1 6 010 1 6 010 1 6 8 0 3 6 3. ما عنديش كلاب لولو، بس عندي سانت برنارد. سانت برنارد، وعندي فرنش ماستيف. اي كلب تخيله في دماغه. انت عندك محل ولا مزرعه؟ زي مزرعه صغيره كده، بس بجيب كلاب مستورده وكده. لا عايز حاجة تتصل عليه. عنده كلاب تانية بقى، ماستيف وكلاب تانية وسانت برنارد وشغل كده يعني. دي انت يا بيتبول منتجة، لون اللي هو الدارك شوكليت او البني فوبيا. في ناس كانت بتدور على الحاجات دي. بتهوهو كمان. والله بتهوهو؟ والله. باربع رجول هي وعندها ديل. حد يزولها. يلا. دي طلعت مجرمة. عايز فيها كام؟ عايز 1000 جنيه. 1000 جنيه. اديني رقم التليفون كده. 01 0 01 012 012 84 55 40 90. بالحوض معايا هناك كام كلب. بصوا عليهم. بتضرب بايديها وبقها اي حاجه. سنتين. فين بقى جولدن وبوكسر؟ والبوكسر ده عنده قد ايه؟ 3 سنين. بنوته دي ولا ولد؟ بت عندها 3 سنين. والجولدن، الجولدن عنده قد ايه؟ الجولدن عنده 9 شهور. اسعارهم ايه طيب؟ اسعارهم ايه؟ ده ب 500 و يا حزينة. 1500. 1500 ماشي. طب اديني رقم رقم تليفونه هو برضو. ماشي خلاص تمام. حلوة البوكسر. بس وريني اسنانها كده بتعض. هي
عايز ابص على اسنانها بس دي قدام بقى، هات لي السنين اللي قدام. هي عايزه اهتمام بس. بالراحه بالراحه، لسه ده عايز. عايز حاجة اتصل عليها. ايه مالك؟ انت بقيتي طيبة ولا ايه؟ ايه؟ سيطرة على طول الجسم. دبدوبة بكنيز. سعرها كام هي؟ 1000 ونص. 1000 ونص. اديني رقم التليفون كده. عايش والله. ايوه. بنوتة رويال بلاك. عندها قد ايه هي؟ ايه؟ يلا. كلب بيت بول اهو. عنده قد ايه الكلب ده؟ عنده قد ايه؟ عنده سنه. عايز في كام؟ عايز 700. 700 جنيه. ومصور بحر بتاع التايجر اللي في 700 جنيه. اديني رقم التليفون طيب. يا عم ليه يا عم؟ طب اللي عايزه يعمل ايه طيب؟ اللي عايزه يقابلني بالسوق. خالص. شرس في شويه كده مع السماعه كده. بس ايه؟ مش قوي. ماشي. يتربط جنب كلب شارس شهرين ولا حاجه، ربنا يكرمه. جروية شارس بس منبوحة. أي حد كلامه؟ ايه ده؟ بكام دي؟ بلا بكام؟ معاك رقم تليفون؟ لا برضه؟ لا مش رقم تليفون. 600. انا برضه بعرضهم على الفيسبوك. ماشي يا عم. ومال؟ شوية جراوي اهم حلو. طب من ابو كام طيب؟ 1000 ونص. اي حته اي حاجه ب 1000 ونص. جراوي، بص الجراوي دي محترمه قوي. لو عايزين دلوقتي ينزلوا ياخدوا. انا ولد. جراوي 1000. ده ولد ولا بنت؟ ده ولد. والبت عامله 1 ونص. ده الواد ب 2000 والبت ب 1 ونص. بس حلوين. الجراوي ب 1000 ونص، الجراوي الثاني. انزلوا السوق يا جدعان، اشتروا على طول. في حد بيطلب كلاب مستعد عندك؟ اه. عندك ايه طيب؟ نتايج جيرمان. من الديول الحلوه اللي انا بحبها. عندها قد ايه هي؟ ايه؟ عايزين فيها كام طيب؟ عايزين فيها كام؟ والله الكلبه كويسه. بس هي عيله لسه. لا 8
8 شهور 9 شهور حاجه كده يعني. لعبيه تعرفش سعرها كام حتى؟ بألف ونص الجراوي دي. انزل السوق اشتري. في النية انزل اشتري. الجراوي ده بديل. شرس. حاجة بالصلاة على الناس. في نهاية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي تاني يقول عليه الصلاة والسلام، اوعى تنسى. وان شاء الله لو حابب تتواصل معايا من خلال الواتساب، عايز تعرض كلب او جرو او حمام او اي حاجة، عندك الرقم بتاع الواتساب، ابعتلي تفاصيل الحاجة بالتفاصيل والسعر والمكان، كل التفاصيل دي اكيد لازم عشان اقدر اعرض لك الحاجة، واللي عايز يشتري فعلا يقدر يتواصل معاك. صباحكم فل، سلام عليكم.